أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج ملف خاص. زلزال سياسي شملت هزاته الارتدادية جميع أنحاء القارة الأوروبية، زلزال تمثل بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، حيث احتل الصدارة في فرنسا وإيطاليا وحل ثانيا في هولندا وألمانيا، فيما نال ثلث المقاعد المخصصة لإسبانيا. في فرنسا أعرب اليمين عن استعداده لتولي الحكم، فيما دعا الرئيس ماكرون لانتخابات مبكرة بعد أن قام بحل الجمعية الوطنية. أما في بلجيكا أدت النتائج لاستقالة رئيس الحكومة. هو غيض من فيض لأوروبا منقسمة بعد توالي الأحداث من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وصولا للتضخم الاقتصادي. فإلى أين تتجه القارة العجوز وأي أثر لنتائج الانتخابات على الوحدة الأوروبية؟ وماذا عن الخارطة السياسية التي سترسم مستقبلا في دول كفرنسا وألمانيا؟ أسئلة من بين أخرى سنحاول الإجابة عليها رفقة ضيوف الكرام، والبداية مع الدكتور لحسن قرطيط الكاتب والبحث والخبير في العلاقات الدولية. دكتور أهلا مرحبا. أهلا وسهلا أستاذ نوفل. وعبر سكايب ينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس مصطفى طوسى الإعلامي والخبير بالشؤون الفرنسية. أستاذ مصطفى مساء الخير. أهلا وسهلا. وعبر سكايب أيضا ينضم إلينا من بروكسل محمد رجائي بركات الخبير في الشؤون الدولية. أستاذ بركات مساء الخير. أهلا بكم. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفا أعزاء على هذا العدد من ملف خاص. أبدأ معك دكتور أقرطيط، ما الأسباب والمسببات التي جعلت الأوروبيون يقبلون يصوتون يعيدون الأحزاب القومية يعطون ربما الأولوية في القيادة والريادة من خلال البرلمان الأوروبي لليمين المتطرف في دول كبرى على غرار فرنسا وألمانيا؟ أعتقد على أن هذه النتائج، والتي أشرت بالمناسبة على أنها تشكل زلزال تاريخي في أوروبا، هي نابعة أساساً من سياسات الدول الأوروبية. ودعني أقول على أن أوروبا لأول مرة في التاريخ تصل إلى هذه القطبية أو هذه الثنائية القطبية بين مشروعين متناقضين. هناك مشروع يستهدف النظام السياسي الأوروبي بشكل عام، ويستهدف ما نسميه بأوروبا الأمة، ويشهد عودة السيادة بمفاهيمها التقليدية، بمعنى العودة إلى الدولة الأم، وهو ما يحمل المخاطر الكبيرة جدا على وحدة أوروبا وعلى استمرار أوروبا، خصوصا بعد الخروج البريطاني التاريخي من مجموعة الاتحاد الأوروبي. وبالتالي هذا الصعود بل أكثر من ذلك، اليمين المتطرف أصبح القوة السياسية رقم واحد في أوروبا. وبالمناسبة الخلاف مع الأنظمة الأخرى أو مع الأحزاب السياسية الأخرى والمنظمات السياسية المتواجدة على مستوى أوروبا، هو كون أن هذه الأحزاب هي أحزاب مؤدلجة، هي أحزاب تحركها أفكار قومية، هي أحزاب قاعدتها الانتخابية قاعدة ثابتة، مما يعني أن التوجه في أوروبا، التوجه العام على المستوى السياسي، هو يتجه إلى الوصول إلى السلطة السياسية وإلى الرئاسة في العديد من الدول. بالمناسبة نحن نتحدث على كون أن ما أصبح يشكل أو الخلفية التاريخية أو الخلفيات الثلاثة التاريخية لأوروبا على المستوى الفلسفة وعلى المستوى القيم وعلى المستوى أصول أوروبا بشكل عام، أصبحت الهيمنة لأحزاب اليمين، سواء المنطقة سواء الجغرافية الثقافية الجرمانية بعد الفوز الأول في التاريخ داخل النمسا لليمين المتطرف، ووصول اليمين المتطرف في ألمانيا وأصبح يشكل القوة الثانية على المستوى في الداخل الألماني. في نفس الآن هناك ألمانيا، هناك المرجع التقليدي الروماني الذي يتمثل في أرمانيا في إيطاليا وتمترس اليمين في إيطاليا خصوصا، وأن هذه النتائج كرست نتائج التي وصلت ميلوني إلى الحكم. كذلك حتى أوروبا الحديثة والتي تمثلها بطبيعة الحال فرنسا على اعتبار أنها هي مهد الديمقراطية الحديثة، هناك هذا يشكل زلزال كبير، لناحية أن القوتين الأساسيتين في أوروبا ألمانيا وفرنسا أصبح لليمين مشروع واضح يتمثل، وأعتقد والكلمة هنا لمارين لوبان التي تقول بأن اليمين مستعد لتحمل المسؤولية على المستوى أوروبا. وبالتالي كما قلت، نحن أول مرة ما نسميه لا بولاريزاسيون بوليتيك، أول مرة تصل أوروبا إلى هذه الثنائية.
كما قلت ما يهدد بالخروج عن النظام السياسي التقليدي أو عن الدولة العميقة الأوروبية والعودة كما قلت إلى مفاهيم السيادة الوطنية. نعم. تاريخيا فرنسا ربما على سبيل المثال الحصل الاشتراكيين واليمين الديغولي. تمام. هذه القطبية الثنائية التي كانت 2017 ومجيء ماكرون ربما قام بتفتيتها نوعا ما. أنتقل إلى مصطفى طوسة في باريس وباريس ربما الأكثر تأثرا بنتائج هذه الانتخابات لبل الهزات الارتدادية لما سمي بالزلزال السياسي بدأت في العاصمة الفرنسية وعاصمة الأنوار عبر دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لانتخابات حل الجمعية الوطنية وانتخابات مبكرة تجرى جولاتها الأولى في 30 من شهر يونيو الجاري. في البداية ماذا حدث في فرنسا وهل هي نتيجة طبيعية ربما لسيناريوهات سبقت ذلك لا في التشريعيات ولا حتى في الانتخابات الرئاسية حين وصلت ماري لوبين إلى دور حاسم مع إيمانويل ماكرون؟ وهل خطوة ماكرون كانت انفعالية أم أنها تكتيك سياسي للملمة بعض الأوراق وتحميل الأحزاب السياسية في التحالف الرئاسي المسؤولية؟ نعم نوفل، دعني فقط أذكر بأن انتعاش حركة اليمين المتطرف أو اليمين الشعبوي أو اليمين الديماغوجي كما يسمى هنا في أوروبا أنا أرجعها إلى انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض عام 2016. عندما جاءت هذا المؤشر الأمريكي كانت له تداعيات كبيرة على الحركات اليمينية وعلى الشخصيات اليمينية في أوروبا التي بدأت تحلم بالوصول إلى الحكم، يعني انطلاقا من النموذج الأمريكي الذي فتح أبواب البيت الأبيض إلى رجل شعبوي أيضا هو دونالد ترامب. بالعودة إلى ما وقع في فرنسا، ما الذي وقع وهو استطلاعات الرأي كانت طوال أسابيع يعني عديدة تقول بأن اليمين المتطرف سيتصدر هذه الانتخابات، سيحتل المرتبة الأولى، لكن صراحة لا أحد كان يتوقع حتى الرئيس إيمانويل ماكرون وأجهزة يعني الاستطلاعات الرأي التي معه في وزارة الداخلية لم تكن تتوقع أنه سيحصل على يعني نتيجة بهذه القوة وهذا الزخم الكبير الذي يجعل من اليمين المتطرف والتجمع الوطني الذي تقوده ماري لوبين وجوردان بارديلا أقوى يعني قوة سياسية في المشهد السياسي. فماذا كان على الرئيس إيمانويل ماكرون أن يفعل؟ إما أن يبقى صامتا مكتوف الأيدي ولا يتخذ أي قرار، وهنا تدخل البلاد في نوع من يعني الديناميكية السلبية في انتظار الانتخابات الرئاسية التي ستعقد عام 2027 والتي تقول كل استطلاعات الرأي بأن ماري لوبين هي التي ستفوز بهذه الانتخابات كيفما كان هوية منافسها في عام 2027، أو يقوم بتكتيك البعض قال بأنه ذكي بأنه يتمتع بنوع من الدهاء السياسي وهو الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة قياسية وذلك لكي يفرض يعني وتيرة سياسية معينة على جميع الأحزاب السياسية بما فيهم التجمع الوطني لجوردان بارديلا. وهنا يريد الرئيس إيمانويل ماكرون أن يلعب بورقتين، إما أن يعني ينجح التجمع الوطني اليمين المتطرف في الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان وهذا شيء يعني شبه مستحيل في هذه الظروف، وإما والهدف الثاني وهو أن يفرض على قوى اليسار التقليدي وقوى اليمين التقليدي أن تشكل ما يمكن أن نسميه بالجبهة الجمهورية لإيقاف المد الذي نعرفه حاليا على مستوى اليمين المتطرف. وحتى في السيناريو الذي يقول بأن بإمكانية اليمين المتطرف أن يصل إلى الحكم عبر جوردان بارديلا، هناك من يقول بأن الرئيس إيمانويل ماكرون ينصب كمينا لهذا اليمين المتطرف، يحمله المسؤولية لمدة 3 سنوات، يظهر وجهه الحقيقي أمام الفرنسيين، يظهر عجزه في إدارة أزماتهم الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم سيساهم بطريقة أو بأخرى بخسارة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية. نعم نعم. ننتقل إلى بروكسل مع الأستاذ محمد رجائي بركات. حتى بلجيكا لم تستثنى من هذا الزلزال السياسي، وأول يعني ردود الفعل كانت استقالة رئيس الحكومة، ولكن في نفس الوقت ما الذي جمع اليوم أوروبا حول الأحزاب القومية حول اليمين المتطرف وكأنهما الجميع يتحدث بلسان ماري لوبين؟ لا لمواطنة أوروبية، لا لجيش أوروبي، أي أن الانقسام الأوروبي اليوم تجلى في انتخابات البرلمان الأوروبي
وأكثر من أي وقت مضى، وإن كانت ملامح هذه المرحلة قد ظهرت نوعا ما في مجموعة من الدول على غرار إسبانيا، وشاهدنا كيف أن التشريعيات أفرزت فوز الحزب الشعبي، كما قلنا فرنسا، وكيف وصل إريك زيمور وغيرهم، وتلاشى ميلونشون وآخرون ممن تسيدوا المشهد السياسي. بمعنى آخر أن الظروف المحيطة بالقارة الأوروبية داخليا وخارجيا فرضت هذا النوع من التغيير، هل هذا صحيح؟ فيما يتعلق باستقالة رئيس الوزراء البلجيكي، هذا أمر طبيعي، إذ أنه في نفس الوقت الذي تم تنظيم انتخابات البرلمان الأوروبي في بلجيكا، تم أيضا تنظيم انتخابات للبرلمان البلجيكي، وأيضا البرلمانات الإقليمية الجهوية في بلجيكا. فمن الطبيعي، والدستور البلجيكي ينص على ذلك، تجري الانتخابات، يستقيل رئيس الوزراء، يقوم الملك بتعيين الشخصية التابعة للحزب الذي أحرز أكبر تقدم أو حصل على أحسن نتائج في الانتخابات لتشكيل حكومة وبدء المشاورات وتشكيل حكومة جديدة. فهذا الأمر على الرغم من أنه حزبه لرئيس الوزراء البلجيكي خسر نسبة هامة في الانتخابات، إلا أن هذه الاستقالة استقالة طبيعية. فيما يتعلق بالبرلمان الأوروبي، كانت النتائج متوقعة، الجميع كان يتوقع منذ فترة تقدم هائل وتقدم هام لأحزاب اليمين المتطرفة في أوروبا لأسباب عديدة، منها فشل المفوضية الأوروبية في إدارة شؤون الاتحاد الأوروبي كما يجب، أزمة الكورونا وما نجم عنها من مشاكل اقتصادية، وأزمة الحرب في أوكرانيا التي أيضا أثرت على مستوى معيشة المواطنين. فهذا كله أدى إلى نجاح الأفكار الشعبوية، الأحزاب الشعبوية في حراز تقدم ومحاولة جمع أعداد من المؤيدين، وظهرت النتائج سواء على خلال انتخابات البرلمان الأوروبي وكذلك في البرلمانات الوطنية، الدول التي نظمت انتخابات على المستوى الوطني في داخلها. فبالتالي هذا الأمر متوقع، لكن الآن صحيح أن الأحزاب اليمين المتطرفة حققت نجاح في البرلمان الأوروبي وحصلت على عدد أكبر من المقاعد، ولكن ما زال هناك قوى سياسية داخل أو مجموعات سياسية في البرلمان الأوروبي، مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي ومجموعة الحزب الاشتراكي والمجموعة الليبرالية، ما زال لديها أغلبية، وكما جرت العادة منذ سنوات المجموعة الحزب الشعبي الأوروبي والمجموعة الاشتراكية يتقاسمان رئاسة البرلمان الأوروبي. الفترة كانت 5 سنوات، والآن تم الاتفاق منذ سنوات على أن تكون 2.5 عام للحزب الاشتراكي وعامين ونصف للمجموعات الحزب الشعبي الأوروبي. لا أعتقد أنه يجب المبالغة في تأثير اليمين المتطرف داخل البرلمان الأوروبي، هناك خلافات حتى أيضا بين الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة في أوروبا، لا سيما فيما يتعلق بالحرب والعلاقات مع روسيا، الحرب في أوكرانيا. لا أعتقد أنهم سيتمكنوا من تشكيل قوة أو مجموعة سياسية موحدة داخل البرلمان. سيكون لديهم تأثير محاولة عرقلة تبني وتنفيذ المشاريع والقرارات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي والمشاريع الهائلة، خاصة فيما يتعلق بالبيئة، التغييرات المناخية. ستكون هناك محاولة عرقلة لنشاطات البرلمان. هذا بما يخص فاعلية هذه الأحزاب على مستوى البرلمان الأوروبي، إلا أن في النتائج المسجلة في القارة الأوروبية، خاصة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، هذه الدول الكبرى، رسائل سياسية على توجهات الناخب الأوروبي، إلى أين يتوجه، ماذا يريد، الغضب ربما على الأحزاب التقليدية الاشتراكية، الأحزاب الخضر والبيئة تراجعت بشكل مهول في مقابل أحزاب يمينية صغيرة بدأت تبرز على مستوى الواجهة الأوروبية.
اليوم لماذا هذه الفزاعة أصبحت لدى الأوروبيين على مستوى الناخبين؟ أتحدث أنه حين يكون هناك تململ لليمين لليسار يذهبون مباشرة لليمين المتطرف من أجل إعلاء صوته، واليمين المتطرف في خطاباته لا يوجد في كثير من الأحيان برامج اقتصادية، ما برامج وحدوية على مستوى أوروبا. وهنا نضرب المثل بفرنسا، فرنسا اقتصاديا استفادت من 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 فضاء شنغن واستفادت من الاتحاد الأوروبي. لماذا التصويت العقابي يرجح كفة اليمين المتطرف الذي في خطاباته السياسية لديه قضايا معينة، الهجرة، الإسلاموفوبيا ومجموعة من القضايا التي ربما لا تهم الحياة اليومية للمواطن الأوروبي الذي يوصف بالبراغماتي ويبحث عن مصلحته أولا؟ أولا في نظري نتائج الانتخابات، ونحن نتحدث بالخصوص على الانتخابات البرلمانية الأوروبية، ونعرف على أن مؤسسة البرلمان لا تمتلك صلاحيات قوية ضمن الهياكل التنظيمية للاتحاد الأوروبي، لكن الرسائل هي رسائل قوية جدا، بمعنى يمكن البناء عليها لتحديد مستقبل أوروبا، انطلاقا من مسألة أساسية وهي كما أشرت على أن هذه الأحزاب هي أحزاب منظمة جدا، بل تعتبر القوى المنظمة الوحيدة جيدا على المستوى الدول الأوروبية، بالإضافة إلى السياق السياسي والجيوسياسي الذي هو في صالح أحزاب اليمين، على اعتبار أن هذه الأحزاب بطبيعة الحال ذات هذه الأحزاب الوطنية القومية المتطرفة، هذه الأحزاب كما أشرت هي أحزاب مؤدلجة، هي أحزاب يحركها مشروع إنهاء النظام السياسي. وأعتقد على أنه رغم أن النظام الحاكم في فرنسا كان دائما يعمل على تنظيم تحالفات لوضع ما يسمى بسد منيع أمام هذه الأحزاب، وبطبيعة الحال هو وتعامل معها في بعض الأحيان، وتعامل معها في بعض المراحل شراك 2002، وهو يستعمل فزاعة الجمهورية الخامسة، على اعتبار أنه يدرك على أن الحزب اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان هو يستهدف النظام السياسي في حد ذاته، كذلك الأمر هو في الدول الأخرى. وبالتالي في نظري الخطر الحقيقي هو يتمثل أولا في تفكيك أوروبا، انطلاقا أولا من التناقضات التي أشرت إليها، التناقضات التي تعتمل في جسم الاتحاد الأوروبي والمتمثلة في وجود قوى استفادت بشكل كبير من المنظمة الأوروبية، ومنها فرنسا وألمانيا، على اعتبار أن حتى التمثيلية داخل البرلمان هي خاضعة بطبيعة الحال لعدد السكان وللديموغرافية في المنطقة الأوروبية، وبالتالي فرنسا لوحدها على ما أعتقد 89 مقعدا من البرلمان الأوروبي، 91 ولا 89، بما يعني أن الدول الصغيرة هي في نهاية المطاف غير مؤثرة في القرار الأوروبي، وبالتالي وصول اليمين في الدول المؤثرة، في الدول الكبيرة، في الدول النافذة، في الدول القوية ديمقراطيا واقتصاديا، ونتحدث على أن هذا اليمين بطبيعة الحال هو يتقاطع في مسألة أساسية وهي سياسة الهجرة، وهي الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية، وكان هناك الموقف الواضح هو موقف إيطاليا، وبالتالي يمكن أن نعرج على التصريحات المتتالية لمارين لوبين في فرنسا. صحيح. وبطبيعة الحال موقف جزء كبير من الطبقة السياسية في النمسا هو ضد هذه الحرب. في نفس الآن بطبيعة الحال القوانين الأوروبية أصبحت مرفوضة من طرف أحزاب اليمين المتطرف، وباستثناء بطبيعة الحال بولندا، وهنا كانت إشارة قوية من الرئيس من دونالد توسك، والتي قال على رغم أن ألمانيا تمكنت فيها الأغلبية من الحفاظ من الائتلاف الحاكم من الحفاظ على الأغلبية، لكن قال جملة مهمة جدا على من يحكمون ألمانيا أن لا يشعروا بالرضا، وعلى من يحكمون باريس أن يشعروا بالحزن الشديد. وهو يتحدث فعلا في المقوى وفي إشارة قال بأن البصيص الأمل الوحيد في أوروبا هو نتائج في بولندا. نعم. وباستثناء صحيح أن بولندا والبرتغال كل الدول الأوروبية في نهاية المطاف هناك منحنى تصاعدي لليمين المتطرف، ومسألة الوصول إلى السلطة هي مسألة وقت. نعم، هي وأيضا لا ننسى مالطا وقبرص ولوكسمبورغ والسويد وغيرها من الدول لم تمارس، وهذه الأحزاب لم تمارس الحكم باستثناء بعض التجارب القصيرة جدا. دعني أعود لبروكسل، لأن يعني أستاذ محمد رجاء بركات سيغادرنا بعد قليل، وسؤالي لك أستاذ بركات يعني ماذا بعد؟
هل هذا متغير أساسي في الخريطة السياسية الأوروبية وسيؤدي إلى قرارات مصيرية على غرار ما يحدث في الحرب الروسية الأوكرانية، على غرار مجموعة من القضايا الأخرى المركزية، أم أنها يعني جعجعة في فنجان والأمور ستنتهي عند هذا الحد وقد تكون لها تأثيرات فقط على مستوى المشهد السياسي في عدد من الدول وليس على مستوى هيكل الناظم اسمه الاتحاد الأوروبي والقرار الأوروبي بالتحديد؟ لا أعتقد أن الهيكل الاتحاد الأوروبي سيتغير. زميل تحدث عن إنهاء المشروع السياسي الأوروبي، هذا هدف الأحزاب اليمينية المتطرفة، ولكن في واقع الأمر عندما تأتي هذه الأحزاب إلى الحكم، ووجدنا ذلك في إيطاليا على سبيل المثال، الكثير من الأحزاب اليمينية المتطرفة كانت تتحدث عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى السيدة مارين لو بن نفسها، ولكن عندما يدخل ويشارك هؤلاء وهذه المجموعات السياسية في الحكم يتحملوا مسؤوليتهم، وهذا ما يجري حاليا في إيطاليا. جورجيا ميلوني حارب يعني أعملت خطاب الهجرة واستقبلت 400 مهاجر فيما بعد، واستقبلت 400 ألف مهاجر صحيح. وأيضا كان هناك كلام عن إخراج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أيضا أحزاب اليمين المتطرف فيها فعلت ذلك، ولكن ما يشاهده المواطن الأوروبي وحتى المسؤولين الأوروبيين بشكل عام من فشل البريكسيت، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان مبني على أسس شعبوية، على نداءات بأن الشعب البريطاني سيستعيد سيادته ويدافع عن قوميته واقتصاده إلى آخره، وأن الدول الأخرى تستفيد من بريطانيا، ولكن وجدنا أن العكس ما حصل، أن بريطانيا خاسرة من الخروج والاقتصاد البريطاني في وضع أسوأ مما كان عليه في السابق، خسرت اليد العاملة الأوروبية والكثير من الأمور، وأيضا لندن كسوق مال عالمي يعتمد على الاتحاد الأوروبي، فبالتالي أعتقد أن حتى الأحزاب اليمينية المتطرفة لن تفكر في الخروج ولن تفكر في تغيير النظام السياسي للاتحاد الأوروبي. فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، الانقسامات بين اليمين المتطرف، الأحزاب اليمينية المتطرفة في دول الاتحاد الأوروبي منقسمة فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، بعضها يؤيد استمرار الحرب في روسيا وتقديم الدعم لأوكرانيا إلى آخره، والبعض الآخر يحاول أن يوقف الدعم ويطالب وقف الدعم، وعلاقاته مع روسيا جيدة، وهذا هو حال السيدة مارين لوبين، فبالتالي ستكون هناك انقسامات حتى داخل معسكر اليمين المتطرف. تأثير اليمين المتطرف سيكون نوعا ما لعرقلة عمل الاتحاد الأوروبي، طبعا فيما لو تم تشكيل مجموعة سياسية اليمين المتطرف سيكون طبعا لها الحق أحزاب اليمين المتطرفة أو الأعضاء من اليمين المتطرف أن يشاركوا في اللجان المنبثقة عن البرلمان الأوروبي، لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية إلى آخره، وهنا سيكون لهم دور، ولكن هذا الدور سيكون محدود بشكل عام نظراً للائتلاف أو التحالف بين المجموعات السياسية الأخرى الكبيرة في البرلمان الأوروبي ضد محاولة عرقلة عمل البرلمان الأوروبي. ستكون هناك طبعاً محاولات لعدم تنفيذ وإعاقة تنفيذ المشاريع التي يتبناها وتم الموافقة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي في مجال البيئة في عدة مجالات، ولكن في النهاية إذا تم عرقلت هذه المشاريع وعدم تمكن من تنفيذها فالسبب يعود لعجز المفوضية الحالية والبرلمان الأوروبي الحالي في والمسؤولين الأوروبيين عن مواجهة الأزمات الحقيقية والمشاكل الحقيقية التي تواجهها الشعوب الأوروبية، كما على سبيل المثال فيما يتعلق بالمجال الزراعي، مظاهرات المزارعين، حل مشكلة وأزمة ارتفاع الأسعار، غلاء المعيشة في كافة دول الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر بكثير مما أشارت إليه الإحصائيات الرسمية في دول الاتحاد الأوروبي.
أشكرك جزيل الشكر محمد رجائي بركات، الخبير في الشؤون الدولية، كنت معنا مباشرة من العاصمة البلجيكية بروكسل. شكرا جزيلا لك. أعود إلى باريس مع الإعلامي والخبير في الشؤون الفرنسي مصطفى طوسة. يعني التصويت اليوم فيما يخص الانتخابات الأوروبية في فرنسا، هل كان ترجيحا لكفة اليمين المتطرف وتلك القيادة القادمة من أوساط أحياء الطبقة العاملة، أقصد هنا بارديلا، أم كان عقابيا لسياسات إيمانويل ماكرون، سواء المتعلقة بالعمل أو بالتقاعد أو بأمور أخرى اتخذها، سواء متعلقة بالشأن الداخلي أو حتى بالخارجي، أم أن التضخم الاقتصادي لعب دوره والدعوات للانقسام والابتعاد عن آلام أوروبا جعلت الناخب الفرنسي يقبل على صناديق الاقتراع ويحبذ اليمين المتطرف كتجربة جديدة في سدة الحكم الأوروبية أولا، ومن ثم على مستوى الجمعية الوطنية والحكومة الفرنسية ثانيا قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 2027؟ نعم نوفل، واضح تماما أن كل من ارتمى في أحضان اليمين المتطرف في فرنسا كان يريد أن يعاقب إيمانويل ماكرون وسياسة إيمانويل ماكرون. يجب التذكير بأن إيمانويل ماكرون خلال الولاية الثانية، خصوصا الولاية الثانية عندما فقد أغلبيته المريحة في البرلمان، استعمل لمرات عديدة المادة الاستثنائية 49.3، وهي مادة دستورية تمكنه من تمرير قوانين في كما استخدمها في حل الجمعية الوطنية بالأمس. هذا استخدم يعني مادة أخرى، لكن هذه المادة المهمة 49.3 هي مادة استثنائية تسمح للحكومة بتمرير كل مشاريعها تحت قبة البرلمان دون أن يكون هناك أي نقاش للبرلمانيين وأي تصويت. وهذا يعني تبر وفهم على كأنه تصرف يعني وعد الديمقراطية الفرنسية والمرور بقوة القانون دون المناقشة ودون التصويت ودون إعطاء ممثلي الأمة الفرنسية الكلمة والمناسبة لكي يبدوا رأيهم في هذا المشروع أو ذاك. هذا الأسلوب يعني السلطوي بين قوسين، السلطوي مؤسساتي، يعني ليس دكتاتورا ولكن سلطوي مؤسساتي، هذا الأسلوب تسبب في خيبة أمل كبيرة لشرائح واسعة من المجتمع الفرنسي، خصوصا عندما تعلق الأمر، وهنا يجب أن نتذكر يعني التظاهرات الصاخبة سواء فيما تعلق الأمر بالسترات الصفراء، كم من أسبوع دامت هذه التظاهرات العنيفة في الشوارع الفرنسية. يجب أن نتذكر أيضا يعني التظاهرات ضد نظام إصلاح التقاعد الذي فرضه الرئيس إيمانويل ماكرون، قضية الطفل نائل وحديث ماكرون عن مشكل هوياتي والإسلاموفوبيا و تظاهرات اليوم في حرب غزة على سبيل المثال. كل هذه المعطيات يعني ساهمت في تشكيل يعني مود فرنسي يريد بطريقة أو بأخرى أن يعاقب إيمانويل ماكرون. وما هي القوة السياسية التي يمكن أن تستقبل هذا العقاب وتعبر عنه بطريقة واضحة؟ هي اليمين المتطرف الذي يجسده جوردان بارديلا ومارين لوبين. إذن أنا في اعتقادي هذا تصويت عقابي ضد الرئيس إيمانويل ماكرون. لا يمكن أن يعني أن نؤكد بأن 30% أو 32% الذين صوتوا إلى جوردان بارديلا كلهم من اليمينيين المتطرفين المتزمتين الحاقدين على الأجانب كما هو يعني جاري العمل به في إيديولوجيات اليمين المتطرف، لكن هناك فرنسيين عاديين يريدون أن يستغلوا هذه المناسبة وهذه الانتخابات الأوروبية لكي يبعثوا برسائل تدمر وخيبة أمل وامتعاد ضد الرئيس إيمانويل ماكرون. هذا الذي فهم اليوم من هذه المواقف. الآن التساؤل الذي يطرح حاليا نوفل، وهو هل ستستمر هذه الديناميكية حتى في الانتخابات التشريعية؟ نعم. علما بأن نظام الاقتراع ليس صحيح، ليس بالاقتراع النسبي الذي استخدم في الانتخابات الأوروبية. سأعود إليك أستاذ طوسة لنناقش أيضا المرحلة المقبلة مما يحدث في فرنسا عقب هذه النتائج والزلزال الذي هم الغالبية الرئاسية، ولكن في ذات الإطار أستاذ أقرطيط، الناخب حين يصوت على الانتخابات الأوروبية ليس بالضرورة هو ذات الناخب الذي يذهب للانتخابات التشريعية. حتى نسبة الاقتراع التي فاقت 51%
قد تصل إلى 70 وما يزيد عن 70% في الانتخابات التشريعية المقبلة. بمعنى آخر أن المزاج أو المود الذي تحدث عنه أستاذ طوسة قد يكون مغايرا، لأن من يصوتون عليهم لديهم أولا القرب، وكأنه هناك يعني تكون هناك احتكاكات، يكون هناك برنامج محلي في طبعه ثم آخر وطني، فعقلية الناخب ومزاجه يختلف تماما عن انتخابات أوروبية لمقاعد داخل البرلمان الأوروبي. هل هذا يصب في مصلحة ماكرون وحلفائه، أم أن على ماكرون أن ينسج تحالفات جديدة لكي يتفادى أن يجد ذات يوم حكومة ترأسها ماري لوبين أو جارديلا أو أي طرف من اليمين المتطرف هناك في فرنسا؟ أنا أعتقد على أن اللجوء إلى بناء تحالفات لتشكيل سد ما يسمى بالسد الجمهوري أو سد الجبهة الجمهورية ضد اليمين المتطرف في فرنسا، هذا الاستعمال المتوالي والذي تكرر بالمناسبة عند في كل لحظة تاريخية يشكل فيها اليمين المتطرف تهديد للجمهورية الخامسة الفرنسية، بمعنى تهديد للنظام السياسي، على اعتبار أن هذه الفزاعة كان الهدف منها في نهاية المطاف هو تجييش الشعب الفرنسي وتجنيد الشعب الفرنسي وغالبية الطبقة السياسية التي تريد الحفاظ على النظام السياسي. لكن دعني أقول فقط، وهنا الحديث للأرقام في نهاية المطاف، اليمين المتطرف الذي حصل في مجموعه على ما يزيد على 40% من نسبة الأصوات وفي نفس الآن نتحدث عن تراجع الحزب الحاكم بنسبة 50%، على اعتبار أن عدد الأصوات في سنة 2019 هو يشكل الآن نصف عدد الأصوات التي تم أو ضعف الأصوات التي حصل عليها الآن. والانتخابات التشريعية القادمة بطبيعة الحال، نحن نتحدث عن مزاج أوروبي وعن مزاج فرنسي، عن مزاج شعبي فرنسي فيه سخط واضح من سياسات الحزب الحاكم في فرنسا، يتقاطع فيه الداخلي والخارجي، على اعتبار أن هناك قضايا مرتبطة صحيح بالاتحاد الأوروبي ورفض للمشاريع للقوانين الأوروبية ورفض للسياسات الأوروبية في مجال الهجرة، هناك تأثير التضخم على المستوى الاقتصادي في أوروبا، وبطبيعة الحال هذا يطال فرنسا، لأن في نهاية المطاف حتى على المستوى الاقتصادي هناك تراجع كبير للاقتصاد الفرنسي. في نفس الآن هناك الخطاب الذي يستعمله اليمين سواء فيما يتعلق بالدعاية والتحريض والتشهير، هناك خطاب كما قلت يوجه أصابع الاتهام لماكرون وللحزب الحاكم في تراجع القدرة الشرائية للفرنسيين، كذلك ما أشار إليه الأستاذ طوسة وهو القرارات الفرنسية. صحيح أن في جزء منها هي قرارات دستورية، لكن على المستوى الممارسة الديمقراطية لم يتم استخدام بعض القوانين المسموح بها دستوريا، ولكن على المستوى العمل الديمقراطي والعمل السياسي لم يتم استخدامها من قبل. وبالتالي كما قلت هذه الانتخابات البرلمانية القادمة أو انتخابات تشريعية في نهاية المطاف ستحافظ على هذا المنحنى التصاعدي لليمين المتطرف في فرنسا. نعم، ننتقل إذن، تحدثنا مع ضيوف الكرام من باريس من بروكسل، وأيضا هنا النقاش في الرباط، ولكن دعونا نرحب بمن ينضم إلينا من برلين، عبد الرحمن عمار الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي. عبد الرحمن مرحبا بك. ألمانيا لم تكن الاستثناء في هذا الصعود لأحزاب اليمين المتطرف، ولكن أكيد هناك خصوصية لألمانيا، وفي نفس الوقت نريد أن نتساءل هل التصويت العقابي الذي كان لسياسات مثلا إيمانويل ماكرون وحلفائه هناك في فرنسا هو ذات السبب الذي دفع الألمان بالذهاب للتصويت لليمين المتطرف ومنحه المكانة التي نالها بعد هذه الانتخابات؟ أهلا نوفل، مساء الخير. لا أعلم إن كنت تسمعني، أتساءل عن خصوصية المشهد السياسي هناك في ألمانيا، هل هو بالفعل مشابه للأسباب والمسببات التي جعلت اليمين المتطرف يحقق تلك النتائج الاستثنائية داخل فرنسا، أو حتى يعود بقوة في إسبانيا بعد أن لم يتمكن اليمين هناك من تشكيل الحكومة وعادت للاشتراكيين؟ هل هي ذات الأسباب التي منحتهم تلك المكانة في الانتخابات الأوروبية في ألمانيا؟
هناك نقاط تشابه واختلاف. نوفل، النقاط الاختلاف هي أن نسبة المشاركة كانت كبيرة جدا، والمثير للانتباه أن حتى الشباب من تقل أعمارهم عن 30 سنة صوتوا بكثافة لحزب البديل من أجل ألمانيا، اليمين الشعبوي المتطرف. ولندقق في تسمية الحزب البديل من أجل ألمانيا، يعني يقدم نفسه للناخب الألماني بأنه بديل للحكومة ويطرح الحلول والبداية بفكرة الاتحاد الأوروبي، إذ أنه يقول بأن مشاكلنا تأتي من بروكسل، ندفع أموالا كثيرة لبروكسل وتذهب في نهاية المطاف إلى دول شرق أوروبا وتفرض علينا إصلاحات حتى على اقتصادنا لا نستفيد فيها. ودعم هذا الحزب للدخول إلى البرلمان الأوروبي ليس لتشييد الفكرة الأوروبية بل لهدمها من الداخل، ومن هناك التأثير على السياسات. ثاني العامل الأساسي هنا في ألمانيا، لما انتخب الألمان أولاف شولتز الاشتراكي وزير المالية خلال فترة ولاية أنجيلا ميركل، كان وزيرا للمالية، نجح في تدبير فترة كورونا لكنه فشل كمستشار. ثاني من تكبد خسارة كبيرة هما الخضر، وزيرة خارجية ألمانيا لما كانت في المعارضة كانت مع السلم ضد توريد الأسلحة ضد الحروب، ولكن لما تولت وزارة الخارجية صارت لغتها مختلفة تماما وصارت تتعامل بصرامة حتى مع نشطاء البيئة، وهناك أزمة قيم لذلك الحزب. ولذلك فقد اختار الشارع الألماني من جهة معاقبة الحكومة ومن جهة أخرى التصويت لصالح حزب يرى فيه الكثيرون بأن ربما سيحل مشاكلهم، يعني هي رسالة موجهة للأوروبيين من جهة لفشل أوروبا في إقناع الناخب الألماني بجدواه، وأيضا رسالة للحكومة الألمانية الفاشلة في تدبير الكثير من الملفات الاجتماعية والاقتصادية. وعامل آخر أختم به هذه المساهمة الآن هو قتل شرطي ألماني من طرف لاجئ أفغاني، استغل الحادث الذي جاء قبل الانتخابات من أجل نشر الاشتباه العام عن المهاجر والمسلم واللاجئ، وكان أيضا عاملا حاسما، إذ أن الخوف والتخويف دائما يؤثر على المترددين قبيل الإدلاء بالأصوات. نعم، هل يمكن أن يؤثر هذا التموقع لليمين المتطرف الذي كما تقول أورسيلا فوندرلاين بأن لديهم هم وحيد ومشترك، هو يريدون إضعاف أوروبا وتدميرها وتخريبها كما قالت إبان الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات الأوروبية، هل يمكن أن يؤثر على ما يوصف منذ مدة طويلة وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية بالانقسام الأوروبي الحاد؟ هل ألمانيا تريد أن تلعب دورا سلبيا في تفتيت أوروبا، أم أنها قد يكون لها دور إيجابي بغض النظر عن النتائج المسجلة في الانتخابات الأوروبية؟ إذا فشلت الأحزاب التقليدية في استعادة ثقة الناخب الألماني، يعني ذلك عمليا فوز اليمين في البلديات وفي الانتخابات البرلمانية القادمة وربما في الانتخابات الأوروبية القادمة، ما يعني أنه سيدفع بالخروج من الاتحاد الأوروبي أو على الأقل عدم القبول الكثير من القوانين داخل التكتل، سيفرض على الحكومة الألمانية أيضا أن تكون أكثر تشددا في الكثير من الخيارات المالية والاقتصادية والهجرة واللجوء، وأيضا إضعاف مساهمتها في لأوكرانيا من خلال دعمها بالسلاح. والمستشار قبل الانتخابات قال بأنه عكس ماكرون لا يفكر في إرسال جنود ألمان إلى جبهة القتال هناك، يعني تأثير مباشر وغير مباشر، وزحف اليمين صار حقيقة حتى في أوساط الشباب المتنور. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن عمار، الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي، كنت معنا مباشرة من برلين. أعود مجددا إلى باريس معك أستاذ مصطفى طوسة، ما هي السيناريوهات المحتملة اليوم بعدما قام به الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية، وهل هذه الخطوة بإمكانها ربما أن تضع الأحزاب السياسية في التحالف الرئاسي يعني على المحك من أجل أن ربما تلملم الكثير من الأوراق التي بعثرها اليمين؟ وفي ذات الإطار، هل خطاب ماري لوبين نحن مستعدون لنحكم خطاب واقعي يقترب من الواقعية بأن يكون هناك اقتراب من وضع يد على جزء من السلطة في فرنسا، وهنا أتحدث عن أغلبية في الجمعية الوطنية ومن ثم تشكيل الحكومة؟
نعم، على ذكر مارين لوبين، هناك فيديو يتم تداوله حاليا على شبكات التواصل الاجتماعي، هي مقابلة لمارين لوبين مع احدى الصحفيين. كان يسألها يعني كم يوم من قبل الانتخابات الأوروبية، هل أنتم تطالبون إيمانويل ماكرون بحل البرلمان فور الانتخابات، يعني إذا وصلتم في المرتبة الأولى؟ كانت تقولها صراحة، قالت تقول نعم نطالبه لكن ليس الآن، نريد مثلا أن يحل البرلمان في شهر سبتمبر أو نعم. شهر أكتوبر. تريد فسحة زمنية للإعداد للانتخابات. هذا يعطينا فكرة على أنهم لم يكونوا يتوقعوا تماماً أن يستجيب الرئيس إيمانويل ماكرون لهذا المطلب وأن يأخذه بهذه السرعة وهذه الاستعجالية، وقد وضعهم في يعني نوع من المأزق السياسي، لأن المدة لإعداد هذه الحملة الانتخابية مدة قصيرة، وهي قصيرة على الجميع. فعلها سانشيز في مدريد، فعلها سانشيز بطريقة مغايرة، ولكن الدستور كان يتيح له أفق زمني معين، ولكن آثر الذهاب للانتخابات المبكرة. نعم، وهنا أريد أن أشير أيضا إلى يعني بالحديث عن الأحزاب الأخرى، عن اليسار وعن اليمين. ضيف في الأستوديو تحدث مرارا عن ما يسمى بالجبهة الجمهورية، هذا السد المنيع الذي تتحالف فيه القوى الجمهورية من أجل منع اليمين المتطرف للوصول إلى الحكم. اليوم هناك مفهوم جديد يتم ترويج له من طرف بعض الشخصيات اليسارية، ليس الجبهة الجمهورية بل الجبهة الشعبية، الفرون بوبولار. السؤال المطروح حاليا، هل هذه الأحزاب التقليدية بين قوسين سواء كانت من اليمين أو من اليسار، هل هي مستعدة للتحالف مع حزب النهضة، حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، لكي تتحالف معه وتقيم معه برامج يعني مشتركة من أجل منع اليمين المتطرف؟ اليمين الدوغولي مثلا، ميلونشون مثلا، هل هم على استعداد للتحالف مع أحزاب إيمانويل ماكرون؟ فرنسا الأبية ميلونشون، لا فرنسا سوميز، نعم. وأيضا مستعدون للتحالف مع اليمين الجمهوري الذي يقوده إيريك سيوتي. إذن هناك عدة تناقضات قد تضعف هذه الجبهة الجمهورية، قد تضعف يعني هذه المحاولات من أجل منع اليمين المتطرف من اكتساح الخريطة السياسية الفرنسية والحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان. حتى إمكانية الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان، هذا سيناريو صراحة لا أحد يثق فيه 100%، لأن ما حصل في الانتخابات الأوروبية وهو أن الناخب الفرنسي كان يصوت فقط على شخص، جوردان بارديلا، هو صحيح رئيس القائمة، رئيس زعيم القائمة ويصوت عليه. ونعرف جيدا بأن جوردان بارديلا بأسلوبه، بطريقة يعني استعماله لوسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنهم يعني سموه مرشح تيك توك وأنستغرام، يعني كانت له قدرة على الاستقطاب. لكن في الانتخابات التشريعية هذا شيء يعني شيء جديد، شيء مخالف ومغاير تماما. في الانتخابات التشريعية الناس تصوت على شخصية يعني يجب أن تكون عندها عمق وتواجد اجتماعي في المنطقة، يصوتون على نائب برلماني، لا يصوتون على جوردان بارديلا أو على إيمانويل ماكرون. هنا أضيف إلى ذلك طريقة يعني التصويت ونموذج الانتخاب قد يغير من كل الأحلام التي تراود حاليا اليمين المتطرف. يعني ستكون هناك معجزة كبيرة وعملاقة إذا حصلت مارين لوبين وجوردان بارديلا على أغلبية مطلقة في هذه الانتخابات، ولكن صراحة لا أحد يعني يمكن أن يتصور هذا السيناريو. لذلك كيفما كانت النتيجة، حتى وإن جاء حزب مارين لوبين وجوردان بارديلا في المرتبة الأولى، فهو مرغم على إقامة تحالفات سياسية إذا أراد أن يشكل حكومة، وهذا يعني منطق آخر وحسبة سياسية أخرى يمكن يعني أن ننتظر حتى تقع لكي نحلل تداعياتها وأبعادها. صحيح. على المستوى، والمدة ليست بالبعيدة، يعني نتحدث عن 30 يونيو وبداية شهر يوليوس. أستاذ أقرطيط، اليمين يتقن اللعب على المشاعر ويلعب أكثر على الأحداث الكبرى، يعني كما تفضل عمار من برلين، استغلال لاجئ أفغاني قام بقتل مواطن ألماني، تم اللعب عليها على مستوى الانتخابات. أستاذ طوسى يؤكد أيضا مرة أخرى بأنهم ربما على مستوى التواصل أذكى، واستخدام دقيق لوسائل التواصل الاجتماعي لدغدغة عدد من العواطف. شاهدنا ماري لوبين في الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية خطاب
والهجرة والمهاجرين والهوية والوحدة الأوروبية حطب العملية الانتخابية، ثم بعد ذلك في الجولة الحاسمة مع إيمانويل ماكرون تغير الخطاب ليصبح خطاب عقلاني اقتصادي اجتماعي حول قوانين جديدة. الناخب الأوروبي اليوم ألا يعي بأن اليمين المتطرف حربائي كما شاهدنا مثلا مع جورجيا ميلوني التي تحدثت عن أفريقيا والهجرة ثم تعقد قمة أفريقية إيطالية أدخلت آلاف المهاجرين وقبلتهم وقالت نحن بحاجة ليد عاملة؟ بمعنى آخر أن التراجعات في اليمين المتطرف قد تكون يعني غير موجودة لا في اليسار ولا في غيره من الطيف السياسي، ولا يلتزمون حتى بما كان في برنامجهم وحملاتهم الانتخابية. أي مزاج عام للناخب الأوروبي ليذهب إلى هذا الاتجاه؟ لذلك قلت على أن المنحنى التصاعدي لأحزاب اليمين لا يمكن أن يفرمله إلا وصول هذه الأحزاب إلى سدة الحكم، تجرب السلطة، بمعنى تجرب السلطة تمارس السلطة. وبالتالي هنا بطبيعة الحال نعود إلى تجربة ميلوني، وبالمناسبة كذلك هي طالبت من الناخبين أن يضعوا اسمها على البطاقة، على بطاقة التصويت في البرلمان الأوروبي. نعم. وهو ما تم فعلا، ولتكريس نتائج الانتخابات التي كانت في يوليو الماضي. وللإجابة عن السؤال المتعلق باستمالة اليمين المتطرف للناخب الأوروبي، يمكن القول على أن الخلاف الأساسي ما بين الأحزاب اليمينية المتطرفة وباقي الأحزاب هو أن اليمين المتطرف حزب أحزاب منظمة، هي عبارة عن منظمات شعبية، منظمات جماهيرية، هي عبارة عن منظمات تمارس الدعاية والتحريض والتشهير انطلاقا من فكر، انطلاقا من المذهب القومي، أو هي تلعب على الشعور القومي والوطني للناخب الأوروبي. وفي المقابل هناك الأحزاب التي مارست السلطة، بمعنى أحزاب الدولة التي مارست لعقود السلطة في الدول الأوروبية. هذه الأحزاب بطبيعة الحال بعد السياسات الفاشلة التي حكمت أدائها خلال السنين الأخيرة، جعل هذا يتم استغلاله من طرف أحزاب اليمين. ودعني أقول على أن التطور المضطرد الذي حصل لليمين في إيطاليا، نحن نتحدث على أن حزب جورجيا ميلوني بطبيعة الحال إلى جانب وجود أحزاب يمينية أخرى تمكنت من الصمود، بل أكثر من ذلك تمكنت من إحقاق نتائج، ما يعني على أن النخبة السياسية أو الطبقة السياسية مثلا في إيطاليا هي متمسكة بخيار اليمين المتطرف. البراغماتية والواقعية في نهاية المطاف هي حكمت حتى اليمين المتطرف في فرنسا. نعم. وبالتالي أداء اليمين المتطرف هو يتكيف أولا، وهذه نقطة مهمة جدا، يتكيف مع الواقع السياسي لكل بلد على مستوى أوروبا. صحيح، هناك خصوصية محلية. لذا أريد أن أتساءل معك أستاذ توصى في دقيقة، بأي خطاب سيخرج ماكرون للفرنسيين من أجل لملمة تلك الأوراق المبعثرة وعودة التوازن إلى المشهد السياسي؟ نعم، وأول خطاب سيلقيه إيمانويل ماكرون، ونحن في هذا البرنامج شاهدت على شاشة التليفون عاجل يقول بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد يعني ندوة صحفية، سيحاول أن يشرح للرأي العام الفرنسي الأبعاد والخلفيات لهذا القرار. وإن لم تؤثر يعني خرجاته عبر بعض القنوات الفرنسية قبل الانتخابات. نعم، ولكن هذه المرة في وقتها لم يكن اتخذ القرار الزلزال الذي حل البرلمان. الآن سيحاول أن يشرح الأبعاد لهذا الحل ولهذه الانتخابات، وسيحاول أيضا أن يسطر خريطة الطريق من وجهة نظره، كيف يمكن للفرنسيين وللأحزاب الفرنسية وللشخصيات الفرنسية. نعم. أن تتعب وتتجيش من أجل منع اليمين المتطرف من الاستيلاء على دواليب السوق. هل يمكن أن يقدم تنازلات حول مثلا الاندفاع نحو الدعم لأوكرانيا، حول بعض القوانين الداخلية مثل قانون التقاعد وغيره؟ لا، أنا أعتقد بأن يعني وبمعرفتي لاستراتيجية الرئيس إيمانويل ماكرون، أنا أعتقد بأنه سيلعب ما يمكن أن نسميه النبرة المأساوية للواقع الفرنسي، لا دراماتيزاسيون. نعم. هذه النبرة المأساوية من أجل دفع الناس للتوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت إلى الأحزاب بين قوسين الجمهورية وإقصاء اليمين المتطرف. أشكرك.
هذه النبرة النأسوية هي التي ستكون يعني العنوان الأساسي لهذه الاستراتيجية. الإعلامي والخبير في الشؤون الفرنسية مصطفى توسا، كنت معنا مباشرة من باريس، شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا موصول لك دكتور الإحسان قرطيط، الخبير والباحث في العلاقات الدولية. كما لا يفوتني أن أشكر كل من كان معنا من بروكسل، الأستاذ محمد رجائي بركات الخبير في الشؤون الدولية، وأيضا من كان معنا من برلين عبد الرحمن عمار الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، لكم أجمل تحية أينما كنتم، إلى اللقاء.